سن الحضانه الحالي 15 سنه. تمام. القانون ده بيحاول ان هو يقلل سن الحضانه، وفي قانون تاني مقدمه لنا ايه بقى قبل وري يرفع سن الحضانه. طبعا. انت مع ايه؟ انا مع طبعا قانون سن الحالي او يزيد. ليه؟ اولا الاطفال ما ينفعش ان هم الولد يعني انتوا بتاخدوا بتحرموا الولد من مامته. اولا استضافه وقلنا ماشي ها ممكن بس بالتراضي. بس بالتراضي، انما تاخدوا الابن 7 سنين او 9 سنين من حضن امه توديه لابوه وهو بقى اللي يلعب عليها ويقول لها بارفعي بقى استضافه. والله يا استاذ انا مش شايف غير العلاقات اللي بيحكمها العند زي ما انت دي اول حاجه والفرد السيطره. ثواني بس انا بكمل كلامي. ثواني بس نسمع بعض. هيخلي الام تلف حوالين نفسها وهي اللي تطلب استضافه، دي اول حاجه. ايوه. تاني حاجه بيحرم الام من ضناها وبيحرمها من المسكن اللي هي قاعده فيه، يعني اطلعي بره وهاخد ابني. ده الهدف من تقليل سن الحضانه. ده الهدف من ان هم عايزين ياخدوا الحضانه من الام، سواء بقى الزوج ده متجوز مش متجوز، هيرمي لمامته، مش هيعرف عنه حاجه غير الام. طيب الام هي اللي بتربي يا استاذ وليد. الام بتربي في جميع الاحوال. معلش خليني بس اقول لك، الام هي اللي بتربي. تخفيض سن الحضانه المطلوب اللي هو مقترح يعني ل9 سنين، ودي احنا حاربنا معركه ضخمه جدا لحد ما اترفع ل 15 سنه. لما ينزل ل9 سنين، 9 سنين ده لسه بيبي طفل ما يعرفش يعتمد على نفسه. ده لسه محتاج يبقى في حضن امه عشان امه تربيه. استاذ العمل كان جاري بانتهاء سن الحضانه 7 و9 القانون رقم 100 سنة 85. لا بس ده اتغير خلاص. وجه تاني 4 القانون رقم 4 سنة 2005 وطلع السن 15 سنة. طيب هو قبل كده مئات السنين اللي فاتت مش كان 7 و9؟ ودي كانت السنين ما تقارنهاش بالزمن كارثة. اللي احنا فيه ده وكانت كارثة. جميل قوي. والنائبة بتنادي اللي هو 18 سنة، عايزة 18 سنة. طب ما زمان ما كان كارثة، انتوا عايزين تكرروا الكوارث تاني ليه؟ انت عايزة تتجوز 18 سنة، ده بقى راجل شامل الرجولة. ثواني بس حضرتك دلوقتي قلت الراجل لحد لما يتجوز ويخلف بيبقى محتاج لمامته على فكره. يعني انت حضرتك دلوقتي عايزاه لي مع نظام الرؤيه الحالي و15 سنه سن حضانه بتأبيده، انت هترجعي لي ابني 15 سنه اعمل بيه ايه يا حضرتك؟ وانا وانت عايزه قبل 15 سنه تعمل ابنه ربيه ابوه يربي ابنه. ما هو ابنه موجود او الاب برضه ده الاب لا ينكر. لا الام بالفطره، الاب بالممارسه. هل الاب يعرف يربي العيال؟ يعني برضو الاب مشغول في شغله. الاب ما ملوش علاقه بالتفاصيل. حضرتك دلوقتي الست نزلت العمل وبتشتغل. ايوه بس الام بتشتغل بس عينها في وسط راسها. انا لو قارنوني بين شغلي وبين تربيه ابني هي ماسكاها، هي اللي عارفه الولد بياكل ايه بيشرب ايه او البنت بتاكل ايه وبتشرب ايه. فانت ازاي عايز تاخد طفل عنده 9 سنين توديه لابوه ابوه الوحش ومرات ابوه الوحشه؟ على فكره مرات ابوه ممكن ما تبقاش وحشه. انا مش عايزه اتكلم على وحشه يا مدام نميس، بس احنا ما نجازفش. مع احترامي الشديد والله احنا لو خدنا المواضيع بهدوء شويه بره العند وفي نماذج محترمه جدا. اكيد والله محترمه جدا وعلى اتصال مباشر بيا وبنساعدهم شخصي. هل طبقوا الاستضافه بهدوء؟ الاستضافه. لكن هل موضوع خفض سن الحضانه، هل انت عندك اباء مستعدين ان هم ياخدوا الولاد وهم عندهم 9 سنين؟ انا اعرف ناس واخده اولادهم اقل من كده. ده الراجل اول ما بيتجوز بيبقى عايز يربي. لا وفي رجاله ما اتجوزتش وقاعده على اولادهم هم ربي عيالها ازاي؟ زي الناس والله. إيمان. طبعا غلط. واستاذ وليد بنفسه قايل ان سن الحضانه لما انخفض زمان كان حصلت كوارث. طب انتوا عايزين تكرروا الكوارث تاني ليه؟ على الاقل زمان لما كان 9 و7 سنين لما قلت لي زمان دلوقتي وهو قال كوارث. لا انا عايزه 7 و9. عايزين تكرروا الكوارث ليه؟ لا ما هو الكوارث لما اترفع ليه؟ مش وبعدين زمان كانت الناس خير ومعامله حسنه. دلوقتي انا ما اعرفش في ايه اللي جرى. انا ما جازفش بابني، ابني مش لعبه، الطفل مش لعبه، ده طفل لازم يكبر في حضن امه لحد 15 سنه ويخير.